هو الهدف من تسكير الجامعة الدولية للإنقاذ؟ وفي مصلحة من يصب هذا القرار؟ هاي النقطة. النقطة الثانية إنه نحن هون أكثر من 1000 طالب موجودين بهاي الجامعة. إذا سكرت الجامعة هاي الطلاب وين بدها تروح؟ أشو مصيرها؟ لا أكثر من 2 و3 و5 سنوات مقطوعين عن الدراسة بسبب إجرام الأسد. فنحن لسه بدنا نزيد معاناتهم ونفصلهم. نحن عندنا حكمة بتقول إذا أردت أن تهدم مجتمع فعليك بالتعليم. اللي بتمنى يكون قرار مجلس التعليم العالي مو قرار ارتجالي، قرار موضوعي ونقاش، وخلونا نكمل بعضنا وما في شيء ما له حل.